اضطرابات جوية تشهدها العديد من مناطق المملكة تتمثل في هطول أمطار رعدية غزيرة. الهجرة دوفي زارغو يخوني كان وشو يا الله تسببت في سيول جارفة حيث شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة أدت إلى سيول واحتجزت عدد من المركبات براء الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام وكما تشاهدون الآن حيث تشهد مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية حالة جوية غير مستقرة. تركزت هذه الأمطار في جنوب غرب ووسط المملكة حيث شهدت أمطار رعدية غزيرة تسببت في سيول وجريان للأودية، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع وتحويلها إلى بحيرات حيث غمرت العديد من السيارات وتسببت في اختناقات مرورية وقطع خطوط الكهرباء وحالة من الفوضى في المدينة مصحوبة بحبات من البرد، كما أدت الرياح الشديدة اقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل، وتسببت الرياح التي وصلت إلى 120 كيلومتر في الساعة لسقوط بعض اللافتات. فعل مدني والدنيا الله يستر بس الله يستر بستره. وتوقع المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار خفيفة ومتوسطة تشمل تأثيراتها رياح النشطة وتساقط البرد وجريان السيول وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المدينة المنورة ومحافظات العيس والعلا والمهد ووادي الفرع، وتنبيها وإنذارا أحمر من هطول أمطار غزيرة على محافظة الليس بمنطقة مكة المكرمة، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، كما تشهد تساقط البرد مع جريان السيول وارتفاع الأمواج، ومن المتوقع سقوط الأمطار الرعدية مع رياح نشطة تصير الغبار والأتربة في بعض مناطق جيزان وعسير والبحر. بحر بحر بحر. وتمتد هذه التوقعات إلى مكة المكرمة منوعة أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية مع حدوث العواصف الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي، ومن المقرر أن يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف. وقد قامت الدولة بمناشدة المواطنين بالابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر مثل الأودية والأماكن المنخفضة والمتابعة المستمرة لتقارير الطقس والحذر من الفيضانات والبرق، وقد نبأت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تأثر البلاد بالحالة الممطرة خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق التي يمكن أن تتسبب في فيضانات وترجع أسبابها للاضطرابات الجوية التي تشهدها السعودية إلى مجموعة من العوامل من التغيرات المناخية. وقد أصدر المركز في وقت سابق تنبيها وإنذارا أحمر من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج مع صواعق رعدية. هذه سيول وهذه بواب. اي والله شوف شوف ما شاء الله شوفوا الرصيف وين. لا اله الا الله والمطر. ما شاء الله تبارك الله. هذا من البيك قريبة غسالة. لا 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 أمطار جنوب راس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يا رب سترك يا رب سترك. شوف 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 الهواء كيف شوف. شوف المطر شوف السطح.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه عرعر الآن. شوف شوف ما شاء الله، شوفوا الرصيف وين؟ لا إله إلا الله، والمطر شغال. شوف شوف المطر، شوفوا شوفوا سيول الغسالة. الله الله الله، شوف شوف دخلت على المحلات، ما شاء الله تبارك الله يا الربع. الآن سيول الغسالة سيول قوية، اللهم صل على محمد.